يا حلوين، اليوم حنتعلم أغنية محمد منير نعناع الجنين، كثير حلوة. مقطعين، أول مقطعين منها. طبعا أولا التقسيم، كتاف، صدر، بطن، ورك، أنتوا بتتفننوا. التقسيم أخذته كثير عند اليوتيوب أو أي قناة سوشيال ميديا عندي موجود تعليمي. حقتله سهل. اللي بعدها هبتدي بالورك، ركزوا معي هون. 1 دوبي اياها قطيع قوية. 1 برمت لجهة لهون. 2 كمان غيرت. 3 وقفت بضرب جهة هون. انا ضفر رجلي هاي. 1 و2 برجع مكاني. 1 2 هاي اولا. لما بغني 4 مرات مع هالكيك كمان علمته. 1 2 3 4 ورا 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 ورا. رجلي هاي ورا. 2 4 5 1 2 3 4 وبرجع نفسها على السايد الثاني. اللي بعدها بوقف على رؤوس اصابعي حرك بركو ورجلي. 1 تبوها على اليدين مرتين بالعدد بنات هيك بروح. 1 2 3 نفس الجهة الثانية. 1 2 بروح. 1 2 3 هلا صرنا الجزء الثاني. اوكي بعمل 4 إكس برجلي. 1 اللي ورا مرفوعة، يا بتمشي فوق تدي مرفوعة أو رجلي قدام نايمة اللي ورا مرفوعة. 1 2 3 4 5 6 ستوب. 1 2 3 4 5 6 آخر مقطع سهل، حيكون في دوران حوض ودوران ظهر مع الكعب. 1 2 3 4 1 2 3 4 معها كعب وبحرك فيه حوضي. تنعاد كعب اخر شيء ومع ظهر من هون ومن هون سايد ورا سايد او بتبتدي من قدام نفس الشيء. طب يا موسيقى